الفريق اول عبد الفتاح السيسي 2013 2013 أيوة. راح وقال له انتوا مشروعكم انتهى. وزير الدفاع ايوه قال لي محمد مرسي مشروعكم انتهى. حجم الصد اللي خلقتوه في صدور المواطنين خلال 8 شهور من حكمكم يفوق حجم الصد لاي نظام سابق طوال تاريخه. رد مرسي كان هو إيه؟ رايح انه كلام طريقه محمد مرسي هنشوف وهنعمل وكلام كده بس ده هو رايح وزير الدفاع وهو يعلم ان ممكن نتيجه قراره ده انه يعني يطاح بيه من منصبه لو قدر الاخوان يعني. لكن كان صريح رغم انه اللي ممكن يحصل طبعا النتائج. ما كانش يهمه لانه يهمه بلده البلد. هو لم يكن يطمح لاي شيء على اطلاقه. لو قدرنا نطلع لقدام شويه ممكن اقول لحضرتك يعني. لا قبل ما نطلع لقدام اللقاء اللي حصل خيرت الشاطر لما كلم اللواء محمود حجازي وعايز يعمل اجتماع. كلم اللواء محمود حجازي في وسط الازمه قال له كان وقتها مدير مخابرات الحربيه ايوه فقال له عايز ارجع اشرب فنجان قهوه مع حضرتك شاطر اللواء محمود حجازي فقال له يعني طيب خير قال له موضوع يعني كده قال له طيب شرفني بكره راح اداره المخابرات الحربيه واستطلع وفتح المكتب دخل قال له قاعد الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع قاعد قال له اتفضل اتفضل تاني طبعا ايه ارتبك طبعا فاكر ان هو يعني ايه انه يقدر انه يعني كان الهدف يلعب إيه؟ داخل محاوله لعب محاولة شق الصف وكده وده دليل غبائهم المستحكم لاسباب كثيره جدا منها احترام رجال العسكريه المصريه للتسلسل القيادي نعم واحترامه لبعض وعلاقات الصداقه اللي بتجمعهم برضه ثم ان الفريق محمود حجازي والفريق اول عبد الفتاح السيسي احفاد اجداد لنفس الاحفاد نعم يعني ما يعرفش هو يعني عام بصر وبصيره فوجئ بوجود الفريق اول عبد الفتاح السيسي قال له اشرب اتفضل اشرب القهوه شرب قال له اشرب اتفضل اتفضل طردوا يعني او يعني يعني انا خلاص خدت قهوتك يعني خدت قهوتك نعم كان في تعامل يعني بتعرض تقارير بتدي رئيس الجمهورية وضعه ولكن كمان بتقول له خلي بالك البلد دي مش فيها شعب انتوا بتهددوا وقت التهديدات ما الذي جرى وقت التهديدات خليني ابتدي من اول حاجة في شهر اكتوبر نعم اولا مرسي احنا عارفين قصة الغاء الحكم بتاع المحكمة الدستورية نعم. عشان يرجع مجلس النواب ثم جاء في احتفالات اكتوبر وجاب الارهابيين بتوع قعدهم في المنصة ودخل احنا قلنا مونتجومري قبل كده دخل المره دي دخل يعني العربيه المكشوفه وبتاع كانه هو انور السادات وقياده القوات المسلحه مبعده وكان اللي بيتولى التنظيم مش القوات المسلحه وزاره الشباب وعلى راسها قائد الفرقه 95 اخوان اسامه ياسين وزير الشباب وقتها الارهابي وبعدين ابتدت اساءات للقوات المسلحه يطلع الزايط محي الزايط اللي بيكتب خطب المرشد ويسيء القوات المسلحه ويقول انها لها يسيء ليها جدا نعم الاساءه يعني. والبلتاج يطلع يسيء ليها والمرشد نفسه يكتب في الرسالة بتاعته كلام فيه إساءة وبعدين ابتدت المسألة تتطور بعد كده طلع بيان إن وبعدين المواقع بتاعت الإخوان تتحدث عن الإطاحة بالسيسي وبقيادات القوات المسلحة وطلع مصدر عسكري كان أول تصريح المصري اليوم إن ده انتحار سياسي انتحار للنظام السياسي لو حصل ده انتحار للنظام السياسي يعني ما ادركوش هم كل القصه مين اللي قال لكم كلمني ياسر علي فيعني متحدث اسمه مرسي وقتها فاديته يعني سالك اديته يعني اللي فيه الاسم قال لك ايه قال لي هو يعني انا اتصلت بيه لان حد من زمايلي قال لي كلمني ياسر علي وبيسالني مين مصدر الخبر قلت انت كمان بتعمل مره ما تكلمني قال لي معلش انا بس عشان مسؤولياتك قلت له انت بس مش سالتني دلوقتي انت مالك انت بدل ما تسال ايه السبب ان يطلع حاجه زي كده وتشوفوا الاسباب بتاعتها وتعالجوها وتبطلوا كذا وكذا وكتبت مقال في ذلك الوقت بعنوان وما ادراك ما الجيش اذا غضب هو كان بيقول الستينات وما ادراك ما الستينات انا بقول وما ادراك ما الجيش اذا غضب وبحذره وده كان اول تحذير قلنا على اللي حصل في القريه الاولمبيه وازاي اضاعوا هذه الفرصه وهو كلمه قال له انا برمي لك طوق نجاه وباثر على وزير الدفاع وباثر على وضعي مع القوى السياسيه وغيره ويبان ان احنا بنميل لطرف في مواجهه طرف اخر في لعبه الصراع السياسي اللي موجوده في البلد
ورغم كده ما تقدرش انتوا احرار. بعديها فضلت تقديرات المواقف تروح له وتقدم النصح. جاء بعد كده فاكر حصار الكاتدرائيه المرقسيه وغيره. جاء في 25 ابريل الفريق اول عبد الفتاح السيسي طلب من اللي هو العصار انه يكلم البابا وكان موجود فاضل النطرون يحضر 25 ابريل عشان يحاولوا يصفوا بينه وبين رئيس الجمهوريه اللي حصل في لاول مره تحصل الكاتدرائيه المرقسيه هنا واحداث الارهاب اللي حصلت ارهاب للمصلين المسيحيين. راح فضل مرسي واقف بعيد كلمه يعني راح قداسة البابا جه قداسة البابا جه ووقفوا ما فيش اي كلام يعني يعني بيضيعوا كل الفرص كلمهم صلح مع القضاء صلح مع الشرطه والاعلام صلح مع الاعلام صلح مع المثقفين وصلح وعاد الجميع صلح مع الازهر مع الكنيسه ما فيش اساءه مستمره لفضيله الامام الاكبر ايضا. فالجيش عايز او القائد القوات المسلحه عايز يحل عايز يحل عايزين نصدر ازمه.